اللهم صل على محمد وآل محمد، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. الثبات على الولاية. البارحة نزلت جهاز 1700 تندر، شرحت شرح بسيط للعالم إنه العالم خطير محرم ما تعرف، فشرح بسيط هواي ناس طبت شكرت قالوا هذا فادنا الشرح الحمد لله، وأكو ناس لا أهل مؤسسات أهل مكاتب قالوا أنت هيك جاي تضرنا، يعني إذا الناس عرفت فمشكلة، يعني إحنا منو طلعنا منو كذا، فعمي خلي رزق على الله وأنتم خدام حسين إن شاء الله وأنا بخدمتكم. عندنا اليوم جهاز 2500 تندر اللي هو البارحة قالوا له نريد تنظيمه، جهاز 2500 تندر أصلي تمام. هنا عندنا لا قطر، هذا صوت ل 2500 بي افكت واحد وافكت اثنين، وان وتو افكت وان اللي هو هذا، افكت تو اللي هو هذا، يعني بي خطين صدر وبي هنا شاشتين صدر. عندنا قفلنا الصدر هسه افكت وان وافكت تو، عندنا هذا بيز، هذا بيز يخشن الصوت يلا تمام، هذا ميدرج يلا سو صوت بوقف نخليه على 5، هذا تربل نخليه على 1 اللي هو يطلع الصفرة زين. فهذا تنظيمه 2500 بيز ميدرج تربل. عندنا خط رقم 1 وخط رقم 2 والصوت. خط رقم 1 اللي هو هذا نتحكم به شاشة رقم 1، وخط رقم 2 نتحكم به شاشة رقم 2، هذا كله صدى، هذا كله رقم 1 وهذا كله رقم 2 تمام. نجي نفتح هنا 4 ب4، صار عندنا صدى دمج. نجي هنا نتحكم بالشاشة، ما راح اطب لك على نظام الشاشة خاف تصير هوس عليك، فراح اطب لك على رقم اللي هو نخليه هسه 75، نطي 5 منه نريد نقلله منه 75. الخط الثاني نطي 5، صار عندنا يا الله صار عندنا هول، نفس الوقت صار عندنا صدي يا الله، صار عندنا هول وصدي تمام. نريد نحفظ هذا الرقم، نضغط على رقم 1 خزن، بعد إذا تخربط جهاز بس دوس رقم 1 يرجع طبيعي، هذا كذلك نحفظ رقم 1 هم خزن عندك 5، هم إذا خربطته يرجع طبيعي بس تدوس رقم 1. هذا انتهينا منه، هذا يقفل الصدى الحمراء اون اوف، يا الله يا الله قفل الصدى انفتح منه يا الله يا الله. عندنا هسه عندنا دمج، فين انشغلنا هنا اللي اطيناه منه 3 وانطيناه منه 5 ب5، نريد نقلل هم 3 ب3 قل هسه الصدى، نريد نشغل بس افكت واحد نقفل واحد منه يا الله بس صدى طبيعي، نريد بس هول يا الله هذا بس هول، نريد ندمج الاثنين هن دمجناها الاثنين يا الله تمام. عندنا هذا نفس الشرح مال البارحة، اللي عندنا تسجيل منا، اللي عندنا زوم منا، اللي عندنا اوت، يعني هذا الاوت كله تخريج، يعني نخرج من هذا الجهاز اذا عندنا جهاز ثاني اذا عندنا زوم ننطي منه تمام. هسه نجي هنا عندنا خط بخط، كل خط يشغل لك 4 سماعات، هذا يشغل لك 4 وهذا يشغل لك 4، وكل ايزر حتى لا يصير هوس عليكم نطي كله على النص، بس اخر اثنين نرفعهن شويه باقي كله على النص تمام. عندنا هاي تكتم الصوت، كتم الصوت بعد ماكو، يعني صوت ما كتم الصوت، ما عندنا بعد صوت، يعني كتم الجهاز كله. ما انتهينا من ذن قلنا على النص وذن رفعنا شوية تربل، هذا يحل الصوت. شوف هسه إذا نزلهن صار الصوت خام، رفعتهن شوية صار الصوت تربل. عندنا هذا نتحكم بالسماعات اللي بهاي الصفحة وهذا بالسماعات اللي بهاي الصفحة تمام. نجي هنا تسجيل فلاش، تسجيل الفلاش نخليه وبس، ندوس ريكورد
تضغط على الريكورد يسجل عندك الفلاش. زين عندك بلوتوث تتحكم به منه. اذا اريد بلوتوث نبث نخلي على بلوتوث ونضغط الحمراء بس يمكن نتحلي. هذا 2500 وانا خادم اخوكم مهندس الصوت حسين حوراء في خدمتكم ان شاء الله. وكم يوم ان شاء الله ننزل البقية وتمرون امركم.